يعني كاعلاميه وكصحفيه ما يمكنش انني نتوقع شي حزب، ولكن حنا مثلا ها حنا كنتواجدوا مثلا في حزب التجمع الوطني للاحرار، التوقعات ديالهم كيقولوا عندهم نتائج ايجابيه، لو كنت اتواجد بحزب اخر كلشي كيتفائل، فهمتي؟ راه ما تتعرفش هي هذه هي السياسه، ما كتعرفش النتيجه شنو ممكن تكون، والسياسه راه هي كلها مفاجات، حدود الساعه ما كاين حتى شي حاجه رسميه، كاين اصداء مثلا هنا في الحزب ديال التجمع الوطني للاحرار انه يعني كاين نتائج مفرحه، وكذلك كنسمعوا في احزاب اخرى كاين اصداء اخرى، فهمتي؟ يعني حنا كصحفيين كنبقاو هنايا موجودين فقط يعني باش ننقلوا المعلومه كما هي، ونطوندو يكون القرار او لا النتيجه الرسميه راه تعلن طرف وزاره الداخليه هي الوحيده اللي ممكن الكفيله انها تقول لك هذا. والسياسه كما قلت لك كلها مفاجات، وهي انا ما نقدرش نقول لك هذا الحزب هذا، المهم انا راه صوت ممكن عفوا لا ما يمكنش يعاود، لا لا صوت على يعني على الشخص اللي كينتمي لواحد الحزب اللي بالنسبه ليا انه الاصلح باش يدفع لنا الفاسد، يعني راه يعني انا اللي كنشوفو انه ممكن انه يغير، فهمتي؟ المهم ما صوتش بعدا على هذوك اللي صوتت عليهم شحال هادي، هذا هو اللي نقدر نقول لك. ميرسي. لا والله ما بقاش كاين، لا لا والله ما عارفش، انا قررت انا ما بقاش كاع نعاود ندوي في هادشي، حياتي الشخصيه تبقى حياتي الشخصيه، لانه تبقى لا غط ولا هضره وداك الشيء، خليوني صحفيه وخلاص. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.